ده كان أبرز ما في مقالي ومقاله، لكن هناك كلام كثير مهم في الغربال. الأميرة تمنح المصريين 60 مليون جنيه، 60 مليون جنيه من الأميرة السمراء للمصريين. ليه؟ وعلى فكرة ده تأكد دفعهم، يعني الفلوس دي جاية جاية خلاص. الاتحاد الأفريقي جايز الدوري الأبطال، البطل بيحصل على 2.5 مليون دولار، نصهم للوصيف 1,250,000 دولار، يعني بنتكلم في 3,750,000 دولار دخلوا الخزانة المصرية، اللي هيروح للأهلي إن شاء الله تعالى واللي هيروح للزمالك. لكن إن المؤكد البطل والوصيف مصريين. الاتحاد المصري لكرة القدم سعيد الحظ بالمسألة ديت، لأنه الاتحاد الأفريقي في لائحة البطولة من 2017 رفع نسبة الاتحاد الممثل للنادي ل 5%. كل نادي بياخد جايزة الاتحاد الوطني بتاعه بياخد 5% من فلوسه، فبالتالي لجنة عمرو الجنايني هتاخد 10%، 5 من البطل و5 من الوصيف، وضمنا الكلام ده. فالتوتال كله 3,750,000 دولار، يعني الخزانة المصرية الرياضية هيدخلها نحو 60 مليون جنيه من الأميرة السمراء بعد تفوق الأندية المصرية، اللي نتمنى إن شاء الله تعالى يستمر في البطولة الجديدة بإذن الله.